سلام بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم بغيت ندير معكم واحد البغرير اللي كيجي خفيف وناجح 100%. تبعوا معايا المقادير. فيه كاس ديال الفورز، انا غندير كميه تقدروا تقولوا مدوبله، نتوما تقدروا ديروا غير نصف الكميه. ديما بكاس ديال العنبه، درت كاس ديال الفورز، غندير سميدة واحد، هجوج، هتلاتة، كنديرو السميدة الرقيقة ديال الحرشة والبغرير، كندير معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال الخميرة والملحة على حسب الذوق. كنخلطو السميدة مع الفورص، لبغيتو ديرو غير نصف الكمية كديرو جوج سميدة ونص كاس ديال الفورص، وهادشي كلشي كديرو منه نص نص، معلقة كتعبرو معلقة صغار. دابا غندير الماء، انا في نصف الكمية كندير تلات الكيسان. دابا هادي كمية مدوبلاها، انا غادي نشوف شحال نحتاج وغادي نقول لكم. دابا اربعة، باقي مازال غنزيد السادس، درت ستة، كما تشوفو درت ست الكيسان. دابا غنديرو باش يطحن، المهم كنطحنوها حتى كتولي بحال هكا طالعه هاد الكشكوشه. درت ست الكيسان ديال الماء اونص ديال العنبه، لما يكون دافي، عارفين دابا الجو بارد، غندير بجوج الخمارات. ونخلط بحال هكا، كنفرغ بحال هكا غير بشويه حتى تخلط لنا هذه الخميرات اللي زدنا الخمارات، بعد كنخليه غير شويه يرتاح واحد 5 دقائق كاع صافي. الشاي داك كتخلط لينا ديك 5 دقائق صافي، وكنديروه يطيب، نغطيه يرتاح غير شويه صافي. اما انا شعلت البوطه، درتها مهيله كما كتشوفوا، مقله مكاس صغيره، هاهو خليتو ديك 5 دقائق، كنخلي المقلة حتى كتسخن شوية.
انا كندير مقله غير صغيره، وكل واحد يدير على حساب الحجم اللي بغا. غادي نشللها حتى تسخن، كنحركوه كندير ليه بحال هكا. كنخلي كيطيب على بوطا مهيلة على خاطرو، واللي بغى يحمره من التحت يحمره، اللي بغى يخليه شويه يبقى شويه ابيض يخليه، وانا ما كنحمروش بزاف غير بحال هكا كيف شفتو. كما كتشوفوها كيجي داير خارج وزوين. نحيدها وغنشلل المقله، غنشللها وديك الساعه كنعاود ندير على كم قاعده كيف الاول. كنرمي كنحرك شويه وكنخلي ديما البوطه تكون مهيله باش يطيب على خاطره. المهم هاي الثانيه كطيب، انا غادي نبقى بحال هكا حتى نطيب كل شيء، ومن يطيب نتلاقاو ان شاء الله. وبعد ما كملت الطياب بغيت نوريكم في الاخر كيفاش كيجي. كيجي زوين وخفيف بزاف، يدكم كتبان. ما كنحمروش انا بزاف، كنخليه غير بحال هكا، وكيجي خفيف وزوين بزاف. كنتمنى يعجبكم وجربوه ويعجبكم، والفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة عليكم.